لحظات التتويج، لحظات الانطلاق، لحظات التكريم لجميع الفائزين من خلال هذه اللحظات. سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم في تتويج الفائزين، سعادة علي بن سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن. وهنا التكريم لأول الأشواط، وهنا السيف. هنا أيضا لحظات التكريم، حمد بن ملهوف الاكتبي هنا يتسلم سيف بيه في هذه الانطلاقة، وأيضا سالم بن حمد بن ملهوف وسيد مكتوم بن محمد بن راشد بن قدير الذي يتابع هذه الانطلاقة والتفوق. لهذا السيف في أول الانطلاقات. هنا أيضا التفوق لهملول سيد عتيج بن مطر القبيسي والمضمر مختار أحمد في خنجر الزمول المحليات. ولحظات التكريم أيضا سيد سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي وسالم بن حمد بن دري الفلاحي وأنجالهم الكرام يتسلمون شداد المحليات أيضا من خلال المنافسة والتحدي على فوز نوايا لسالم بن حمد بن دري الفلاحي الشبل في التحدي والإثارة. تهانينا والناموس. وهنا أيضا علي بن فايل العويسي أيضا مضمر التحديات. استكمال التكريم أيضا للفائزين، وهنا مبهر مبهر حمد بن راشد بن غدير. هنا علي بن راشد بن حمد بن غدير يتسلم الخنجر، وخنجر مبهر على الفوز بشوط الزمول المفتوح. راشد بن حمد بن غدير أيضا يتسلم الخنجر، وهنا أيضا راشد بن سعيد بن راشد بن حمد بن غدير حنك الصغير أيضا في تفوق الانطلاقات والتحديات. وهنا سيف الختام، سيف التحديات، سيف ولي عهد دبي.
حمد الملهوف الاشتبي ومحمد راشد بن غدير سيفي الختام سيفي دوامة وبيه في هذا المساء. وهنا أيضا سالم بن راشد بن حمد بن غدير تفوق أبناء مرغم دائما بشعاره المتميز دائما في كل التحديات سيفين وخنجر النصيب الأكبر لهذا المساء في هذا الختام ختام مهرجاني سيدي سموي ولي عهد دبي مرغم سلام تحية دائما إلى الانطلاقات والتحديات والمنافسات الفوز بهذا الشرف ينتظره الجميع ينتظرون هذه اللحظات ينتظرون هذه الانطلاقات إنجازات تحققت دائما في هذا الختام يحملون هذه اللحظة الجميلة التي انتظرها الجميع التبر محمد بن راشد بن غدير وأنجاله من خلال هذه اللحظات أبناء مرغم دائما كالعادة في الأحداث السعيدة والمناسبات الكبيرة يحضرون بهذه التحديات ويشاركون بقوة في هذه المناسبات من خلال هذه اللحظة مبروك وألف مبروك والناموس لكل الفائزين كل أبنائي هذه التحديات والانطلاقات من خلال هذه اللحظة من خلال هذه الانطلاقة وأيضا الكل فاز والكل انتظر كما نذكر الجميع أيضا بشوط ماراثون العيد الوطني والذي تزامن مع هذا الختام سعادة عبد الله بن حمدان من دلموك مدير تنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع الفائزات السيدة أودي من فرنسا على ظهر الشكيل المركز الثاني الصينية أليكس التي فازت بالمركز الثاني على ظهر الخرم وهنا الفائزة بالمركز الأول ريم سالم من اليمن على ظهر الشبابي ختام رائع ختام كان الجميع فيه حاضرا من خلال هذه الانطلاقة من خلال هذه اللحظات والسعادة هنا في هذا الميدان ميدان المرموم مع هذا الختام الرائع شكرا سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم تفضلك الكريم في ختام هذه التحديات ختام هذه الانطلاقات وأيضا الإثارة التي تسير دائما في أرضية هذا الميدان بصورة تذكارية
تجمع الفائزات والمشاركات أيضا في هذا الشوط والمتسابقين في شوط الماراثون في لحظات الختام. تهانينا والناموس للجميع، شكرا مع هذه اللحظات، شكرا لهذه التحديات، شكرا للانطلاقات التي دارت في هذا الميدان والتي أكدت الحب الكبير لهذه الرياضة العربية الأصيلة، تنفيذا للتوجيهات الكريمة والسامية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والرعاية الكريمة لكل التحديات في كل المهرجانات والميادين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه. حفظ الله.